بسم الله الرحمن الرحيم. جانب برضو من جوانب بر الوالدين برضو سألوني انه الواحد يقدر اللي هم بيسووه. يعني ايش؟ يعني حتى لو بينك وبين نفسك، يعني انت مثلا متكبر لدرجة انك انت ما بدك تبين لهم انك انت والله مبسوط باللي هم بيسووه. لا، ما بصير. لازم انت تبين لهم قديش انت مبسوط ومقدر لهم اللي هم عم بيعطوك اياه، لانه بالاخر بالاول والاخر هم لمين؟ يعني هم لإلك. كل اشي هم بيسوي لإلك. الاب بيشتغل وبرجع لإلك، والام بتدير بالها على البيت وبتدير بالها عليك لإلك. فانت لازم تقدر اللي هم بيسوي لك اياه، حتى لو بينك وبين نفسك. هيك انا بدي اياك مثلا تراجع نفسك وتفكر، تقول طب هم شو سووا لإلي؟ والله دخلوني مدرسة كويسة، غيري بتمنى المدرسة هاي. والله مثلا أكل وشرب وملابس، كل إشي بغرفتك. أنت قاعد أنت هلأ بغرفتك، كل إشي بغرفتك. يعني إذا بدك تفكر بالموضوع مظبوط صراحة، منهم ولا من وين؟ يعني مدرستك واليونيفورم تبعك وأكلك وشربك ولبسك، كل هذا من وين؟ فمنهم. فأنت لازم كل فترة تقدر لهم قديش أنت مبسوط ومقدر جهدهم معاك ومصاريفهم عليك. وإذا كان هلأ أنت بالعمر هذا وما قدرت، كيف بكرة بدك تكبر؟ هل حتقدر؟ وأولادك حيقدروك؟ فأنت لازم تقدر أبوك وأمك عشان أولادك إن شاء الله يقدروا شغلك. طبعا أنا هلأ بشوارع البحرين، شوف ما شاء الله محلى البناية، هاي بنايات حلوة كلها. يعني حتى أنا هلأ مثلا بالبحرين عندي شغل هون، لما أخلص برضو بقدر اللي أبوي وأمي سووا لي إياه من وأنا صغير. يعني أنت لو كل فترة الواحد تذكر إشي أبوه وأمه سووا له إياه، أقول حتى لو كان قبل سنة وسنتين وثلاثة وعشرة. شوف البرج، لازم الواحد يقدر اللي ابوه وامه سووا له اياه، لانه طبعا هاي فيها طاعه لله سبحانه وتعالى. مش شرط انا ما قلت لك روح بوس. طبعا انت هلا سار، يعني انت شو بدك انا نروح نبوس امهم كل شويه؟ شو سووا لنا هم؟ شو سووا لك انت هلا جاي تقول شو سووا لك؟ لا، هم سووا لك كثير. واذا انت مش حاسس، في شغلات من قدامك سووها وفي شغلات من وراك سووها، ولكن كل العيشه اللي انت فيها وكل الهنا اللي انت فيه وكل الزعل اللي انت فيه وكل فرحة وكل حزن وكل اشي كويس واشي مش كويس، كله بفضل الله سبحانه وتعالى، بعدين ابوك وامك. فالواحد لازم يقدر النعم اللي كويس. انه الحمد لله في اب وام، الحمد لله انه في اب وام. سير ابوي مو سأل عني، وابوي مو فرق معاه، وابوي. يا اخي انا قلت لكم الف مرة، بغض النظر الاب هو حر، هو اوكي واجباته وعنده شو اسمه حقوقه اكثر من واجباته. انت لازم تقدر النعمه اللي انت فيها، انت لازم تقدر ابوك، تحترمه بغض النظر هو بيحترمك ولا لا، بغض النظر هو كويس ولا مش كويس، مقصر ولا مش مقصر. انت لازم تحترمه وتقدر له النعم اللي الله سبحانه وتعالى اعطاك اياها من خلالهم. هم السبب بالنعم اللي الله سبحانه وتعالى راح ايش يرزقك فيها. فانت لازم تقدرهم وتشكر الله سبحانه وتعالى وتحمد الله سبحانه وتعالى على النعم هاي، وتشكره وتشكر فضله انه في ابو ام وداروا بالهم عليك. وهم طب امرض هيك، شوف الام. انت بتقول الام مو مهتمه فيه، طب امرض، شوف امرض وشوف الام كيف دورها. قول انا بدي اروح على المستشفى، شوف الاب كيف. لا سمح الله صار معك حادث سياره ولا وانت بتسوق او اشي زي هيك، شوف الاب، لهفة الأب ولهفة الأم. يمكن أنت تحسهم بعاد عنك، ولكن لهفتهم لما يصير إشي لا سمح الله، يعني هاي هي بتكون دليل قاطع قديش هم مهتمين فيك. فأنت ما تقيس مقياس مدام أنك أنت هيك، يعني لا، أنت قيس مقياس لما يصير الشغل الضروري، بتلاقيهم هم سدادين وبتلاقيهم هم قايمين بدورهم وزيادة.